المشاهدين. طبعا احنا عاملين هالبرنامج لحتى تفيدوا كثير فيه. نحن مجموعة من بنات عاملين هالبرنامج، اسمنا اطلقنا علينا اسم ASA جروب. هذا الجروب راح يخليكم تطلعوا على كل الشغلات الحلوة والجديدة بالجامعة. طبعا هلا اي حدا بيكون بعد مرحلة المدرسة في مرحلة الجامعة بيكون في حالة حيرة بين انه اي تخصص يختار او اي تخصص بده يفوت، والتخصصات فيها افرع كثير، وفي بتحتاج معدلات، وفي حسب المصاريف حسب الجامعة على مستوى معترف او مش معترف. طبعا حنتعمق بكل هاي المواضيع لحتى نفيدكم اكثر، لحتى نساعد الطلاب اللي داخلين على مرحلة الجامعة اللي هن نحكي. واسسنا الجروب ASA جروب لحتى نعرف حالنا اي تخصص يفوت، اي تخصص انه نختار. افرع التخصصات كثيرة حسب المعدل، حسب النسب، حسب كثير شغلات الواحد بده يقيد فيها حتى يقدر يفوت. فينا نبلش اول شيء بالمدرسة. طبعا اول ما تروح الجامعة، طبعا 12 سنة مدرسة، هذا اكيد رح يكون في لك سلوك معين، حضور داخل الصف، هاي الشغلات كلها بيكون في لها. طبعا هناك ملف داخل المدرسة اكيد ما حدا بيعرف فيه، طبعا لازم ما حدا يعرف فيه. هذا بنروح على المدرسة نفسها بناخذ هذا ملف السلوك، بناخذه للجامعة لحتى يشوفوا السلوك داخل الصف، التربية كيف كانت داخل الصف، كيف كنتوا قاعدين حسب. وكمان بعد الثانوية العامة في إلى معدل، هذا المعدل هو اللي بيحدد تخصص الجامعة، ولا أي معدل تاني ممكن يحدد، بس اللي بيحدد معدل الثانوية العامة أو البكالوريا أو التوجيهي أيا كان المصطلح، هو معدل واحد. طبعا لما نروح الجامعة في متطلبات كتير لازم نعملها قبل نفوت الجامعة، لأنه مش بسهولة الواحد بفوت الجامعة، لأنه الجامعة شيء كتير كبير أكبر من المدرسة، حياة جديدة، بيئة جديدة، ظروف جديدة، شغلات جديدة، حرية أكثر ممكن. فمن ضمن هاي الجامعة، من ضمن هاي الشغلات المتطلبات، في هناك إشي اسمه متطلبات قبول. لما نروح الجامعة في متطلبات قبول، طبعا هاي المتطلبات أهمها يا الآيلتس يا التوفل. طبعا والآيلتس ممكن يتراوح بين 5 و6، والتوفل بتتراوح بين 300 و400. طبعا إذا جبنا أقل هذا الشيء بيعتمد على لغتنا الإنجليزية إذا كانت عالية على مستوى أو لا. طبعا إذا كان جبنا أقل من 5 أو أقل من 6 حسب متطلب الجامعة نفسها، وقتها هون بصير بدنا إعادة أو بدنا دورات إنجليزي لحتى نقدر نحصل على الآيلتس من الجامعة. أحيانا في جامعات بتطلب الآيلتس من عندها، ومرات فينا نجيبه من برا، هذا شيء طبيعي، بس أغلب الجامعات ممكن يقبلوه من برا عادي، بس في جامعات إجباري لازم يكون من عندنا. طبعا لما نفوت على المصاريف، في مصاريف للجامعة، طبعا كل واحد فينا كتير طبقات اجتماعية، الغني الفقير المتوسط، هيك الشغلات كتير. ففي هناك مصاريف، بس في مصاريف بتضل إجبارية من الجامعة، مثل عنا لما تقدم الطلب، هون طبعا لازم الواحد يدفع، يعبي استمارة ويدفع. طبعا في رسوم تسجيل، بس هذا بيكون عند القبول، يعني لما انت تعمل دخول الجامعة في امتحان دخول الجامعة، إذا عملنا الامتحان اللي هو عبارة عن رياضيات وإنجليش، إذا عملنا الامتحان ونجحنا فيه رح ندخل الجامعة، فهناك حيكون في قبول. فلما نحط القبول هناك رسوم للتسجيل، في عنا نشاطات طلابية، في هناك جامعة بنكون فيها مسبح، مسرح، فيها كثير شغلات الجامعة ممكن أن تكون بتساعدنا أن نكون في عنا ممارسات أو نشاطات هاي الشغلات. طبعا هناك في جامعات كثير بتحطوا فيها تأمين لحتى نأمن على حياة الطالب، فهذا التأمين اللي بنحط بيكون شبه إجباري، يعني ممكن ما يكون مسترد حسب الجامعة، إذا كان مسترد أو غير مسترد حسب الجامعات. نحن رح نعرض هلأ، نحن حاليا رح نعرض الجامعة نفسها، فيديو للجامعة نفسها لحتى تتعرفوا على الجامعة من جوا ومن برا ومن كل نواحيها. طبعا وقف مع الفاصل ونشوف الفيديو. الشروط المطلوبة لقبول الطالب في الجامعة. أوكي، الشروط المطلوبة أهم شرطين نطلبهم. أول شيء الشهادة الثانوية العامة، في حال إنه كنا نتكلم عن هو دارس في مدرسة إماراتية،
فالمفروض يكون المعدل إذا بدي يفوت في أي تخصص من تخصصات الجامعة يكون 60%، أما بالنسبة للهندسة هي 70% وفوق. هذه رقم واحد. رقم اثنين يكون عنده شهادة توفل. عارف الجامعة بحدود كام لكام؟ شوفي، تعتبر أول شيء جامعة أمريكية في رأس الخيمة أرخص أمريكية في الإمارات، هي رقم واحد. رقم اثنين كل التخصصات عندنا، وإذا سجلتي من 12 ساعة ولغاية 16 ساعة في الفصل الواحد المبلغ ثابت 23,000، إلا تخصصين اللي هما هندسة الكيمياء، الهندسة البترول والهندسة الكيميائية، هذول 29,500 الفصل. أوكي، هذا بالنسبة لرسوم الساعات، زائد رسوم اللي هي اسمها إحنا نسميها رسوم النشاطات الطلابية اللي هي 750 درهم بالفصل الواحد. طيب ده إذا بشكل عام. طب تخصص الإعلان زي ما 23,000 كل التخصصات 23,000 إلا هذول التخصصين. أيوه. سعر ثابت إذا سجلتي من 12 لغاية 16 ساعة، يعني هذا بيعتبر أوفر للطلاب، إنه مثلا من 12 لغاية 16 ساعة أنت تدفع نفس المبلغ، فأصلا محفز كمان يكون منكم تاخد عدد ساعات أكثر، تنجزوا أكثر بالفصل الواحد. طيب في منح بتقدمها الجامعة للطالب اللي يقدم؟ عادة المنح هي عندنا طبعا منح، المنح على الأغلب هي أكثر للطلاب المواطنين، أوكي؟ فمثلا عندنا منح من أدنوك على هندسة البترول والهندسة الكيميائية، بس هذه للذكور فقط اللوكال المواطنين. عندنا منح من اتصالات لهندسة الحاسوب زائد هندسة الاتصالات زائد علم الحاسوب. عندنا منح من جلفار في الأدوية، زائد منح من برنامج الشيخ صقر للتطور. هلا في شيء آخر غير المنح ممكن يدعم الطلاب غير المواطنين، اللي هو التفوق الدراسي. يعني مثلا أنت لو تخرجتي من المدرسة معدلك 90% ولغاية 94.9، عندك خصم 20% السنة الأولى على الرسوم الدراسية. لو حصلتي 95 فما فوق إلك خصم 25%. لو كنت متفوقة في الدراسة نفسها في الجامعة، فكان الـ GPA معدل التراكمي كان 3.6 something، بتكون عندك خصم تقريبا 15% على الفصل اللي بعده. طيب إذا الطالب حابب إنه يسكن سكن جامعي بيكلفه كام؟ أوكي، أول شيء السكن الجامعي عندنا في الجامعة عندنا سكن الذكور، سكن الإناث مؤمن تماما، السكن فيه واي فاي، فيه خدمات، حتى خدمات التوظيف، خدمات الإشراف، خدمات السكيورتي، زاد إنه مؤثث بطريقة فندقية كأنه جناح فندقي. السكن الغرفة الواحدة هي لشخصين، في غرف حجمها أصغر وفي غرف أكبر، الصغير تقريبا ب 8,000 بالشهر، سوري بالسمستر بالفصل، والكبيرة ب 10,000. جامعة في إلى سكن، هذا السكن عبارة عن يكون مشترك أو فرد واحد، فرد واحد أو فردين أو ثلاثة أو يمكن أربعة بالكثير حسب الجامعة وحسب السكن اللي عاملينه بأجل الجامعة. لمعرفة أهم الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتحوا الرابط الموجود على في أسفل الشاشة. وشكرا لكم متابعي برنامجنا اليوم، وإن شاء الله نجيكم حلقة جديدة وتستفيدوا منها أكثر.